نحن واجباتنا نقول حقيقة. بشوف إنه كتير في صحافي سفرة اليوم. في شي شخصية عملت لك قلق ذاتي بتحضيرها قبل ما تعمل اللقاء؟ بفضل ما تكون موجودة لا بأرشيفي لا أتذكرني أنا عملتها. بس هلأ سؤالك ذكرني فيها. خلق غيري هيدي عند زملائك؟ لا، يحاولوا يلغوا اسمي في مؤسسات وفي دكاكين، في فرق. سميلي شخصية الكاميرا ما قدرت تبينها على حقيقتها. أوف، سؤال صعب كتير. كان يمشي الحذاء تبعه كان مثقوب من تحت، وما كان في عنده القدرة أنه يدفع حق حذاء جديد. نحن من بعيد منفكر خلقه بيتم ملعقة ذهب. استأجر على أول اجتماع بدلة لنص نهار وبكيت وتستمعت لإله. خايف من النتيجة؟ لا، ما قالوا المعنى. كانت سبب بحد ذاتها، ما بعرف كيف. شو عملت؟ بيأثر فيي يعني هالموضوع. هو كل شيء كل شيء. بس خلص لي ابني، بس خلص لي. أنا ما كنت بدي أحكي عن الموضوع. مش معقول شو حقيقي بالحكي. يلا نحكي مع جمان أبو عيد الأحد الساعة 9 المساء على الـ LBC.